من اخبار انديتنا ونادي الاهلي وكل الانديه في الدوري نايل، خلونا نروح لفقره دوري القسم الثاني الف. وامبارح كنت مع حضراتكم واستعرضت معاكم كده جدول الماتشات، وامبارح كانت الجوله الثانيه من المرحله الاخيره الحاسمه في التاهل لدوري نايل، واقيمت 5 مواجهات والتعادل كان يعني السمه الاساسيه ولكن على 3 منهم فقط. المواجهه الاولى جمعت السكه الحديد مع بروكسي وانتهت بفوز السكه الحديد بهدفين دون رد، وده ثاني فوز السكه الحديد على التوالي بعد اول فوز علشان يكون بيرفع رصيده للنقطه ال 35 في المركز السادس وبيقرب بشكل كبير من مثلث القمه. في المقابل توقف رصيد بروكسي عند النقطه ال 32 وموجود في المركز الثامن. المباراه الثانيه جمعت وادي دجله مع غزل المحله وانتهت بالتعادل السلبي، ودي ثاني مباراه بيفشل فيها دجله فيها الفوز، رغم كده هو لسه موجود في المركز الثاني برصيد 39 نقطه. في المقابل رفع المحله رصيده للنقطه ال 39 برضه ولكن موجود في المركز الثالث. المباراة الثالثة جمعت حرس الحدود مع رايا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وده تاني تعادل للحرس علشان يكون بيرفع رصيده للنقطة ال 38 موجود في المركز الرابع. في المقابل رفع رايا رصيده للنقطة ال 29 وموجود في المركز التاسع. المباراة الرابعة جمعت لافيانا مع بتروجيت متصدر جدول الترتيب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وده برضو تاني تعادل لبتروجيت في المرحلة الثانية علشان يكون بيرفع رصيده للنقطة 47 في الصدارة. في المقابل رفع لافيانا رصيده للنقطة 37 موجود في المركز الخامس. المباراة الأخيرة شهدت فوز غالي جدا لطنطا على القناة بهدف دون رد علشان يدخل طنطا من جديد دائرة المنافسة بعد ما أول يعني خسر في أول المنافسات أمام المحلة ورفع رصيده للنقطة ال 32 في المركز السابع. في المقابل توقف رصيد القناة عند النقطة ال 28 في المركز العاشر والأخير. وكده تكون انتهت الجولة الثانية من المرحلة الثانية والحاسمة في التأهل لدوري نايل، وما زال طبعا الحديث بقية موجود في المركز الأول بتروجيت برصيد 47 نقطة، ثم وادي دجلة برصيد 39 نقطة ونفس الرصيد غزل المحلة في المركز الثالث، ثم حرس الحدود في المركز الرابع ب 38 ولافيانا في المركز الخامس ب 37 نقطة. وعايز أقول لحضراتكم من الفارق بين صاحب المركز الثاني في والمركز الثامن فقط مباراتين، فكل الأندية عندها فرصة والتوفيق هيكون حليف مين علشان يتأهل لدوري نايل الموسم اللي جاي، ده اللي هنكون بنتابعه، ولكن بكل تأكيد بنتمنى التوفيق لكل الأندية.